لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً. انا بغيت نوضح هاد الشيء كامل حيت انا كنت في كازا وشتيني انت ديك الساعه. يلا كنت جايه من كازا، كان عندي شي وراق في كازا، وديك الساعه مني جيت يلا وصلت الاسفيت لقيت بكم تعارف مع العيا، مشيت في نهار وجيت في نهار، يعني العيا وهادي ما قدرش نمشي نبدل حوايجي ونرجع. اما القضيه ديال زهير، انا القضيه ديال زهير ما كتجمعني ما حتى شي علاقه. زهير طبيعه العلاقه بينه وبينه هو والجيران، يعني الدار حدا الدار، فهمتي؟ يعني ماشي انا بوحدي اللي هضرت، هضروا بزاف ديال الناس، وانا كنا ما تعاطفتش مع داك الشيء وما شفتش، راه ما كنتش غنخرج نهضر. داك الشيء انا بغيت نوضح الناس وبغيت نوضح خواتاتي المغاربه وخوتي المغاربه بان انا لا علاقه ليا بزهير. زهير الله يرحمه مات، غير باش بنادم وليت كندخل كنشوف في الفيسبوك كنشوف في اليوتيوب بان صاحبه زهير كتهضر، شوفوا شنو. انا ماشي صاحبه زهير، ولا انا حتى ماشي يعني صديقه ديالو بالنسبه لي، يعني صداقه اللي كنعرفو وكنهضر معاه وهادي. يعني انا بيني وبينو تقريبا شي 8 سنين انا باش ما كيناش في اسفي. يلا جيت هذا العام باش عندنا البني وهادي وجينا في رمضان، وداك الشيء من وقعت هذه الواقعه صافي قلت خليني والدريبه وهادي، وما بيناتنا حتى شي علاقه، يعني ماشي شي علاقه كنعرفو مزيان، يعني بيناتنا علاقه ديال الصغر مني كنا كنقراو، يعني كنقراو في ديك السابعه الثامنه بحال كنقراو في صغر، يعني ماشي شي علاقه دايره. جبدوا لي صداع مع عائلتي، جبدوا لي صداع مع الخطيب ديالي، وليت في مشاكل، وانا كنا بغيت نتشارك ونحيد الكمامه وحيد النظاظر ونبين لهم راسي، لكن انا ماشي ما بيش صغر وما بيتش بنادم. انا راه عندي عائله، عندي شحال من حاجه، يعني ما نقدرش نتشوى هذه السمعه ديالي قدام بنادم. هذا الشيء اللي باغا نقول، غير توصل هذا الميساج عافاكم الله يسهل عليكم، غير ما تبقاو تصيفطوا داك لي فيديو بزاف وتكتبوا ديك الكتابه، يعني حتى شي علاقه ليا بزوين. غير باش نخرج من هاد الصورة، أنا شهدت شهادة ديال الحق، لا كانت في هذا لا كانت في هذا، أنا شهدت شهادة الحق وصافي. من نوع العاطفة ولا حتى من نوع العاطفة ما عندي حتى شي علاقة. هذاك كان خدام في السوق، وهذاك ولد الدار حدا الدار ملاصق مع دارنا، يعني إيمان وهذه يعني عائلة، يعني تقدر تقول عائلة وحدة، كيجمعنا سوق واحد، حمام واحد، دريبة وحدة، يعني داك الشيء علاش. أما ماشي ضروري تكون يعني بيناتنا شي علاقة. داو كيديروا تعليقات، يكتبوا شوفوا صاحبة الحوايج، شوفوا النظاظر، شوفوا عندك شي علاقه ليا به انايا. زهير اوكي درنا في خاطرنا وبقى فينا الحال من جهته، ولكن داكشي انا ماشي ندخل في شي حوايج، يعني ونلبس انا كيف ما تيقول واحد لبسي البياض، ولا علاش نلبس البياض؟ انا زمرته لبس البياض ولا الدموع ولا البكا وتبكي بزاف. داكشي راه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، اللي درنا شي حاجه درنا بينه وبين الله سبحانه وتعالى بلا ما نوروه الناس.